السلام عليكم. السلام عليكم إخواننا. أول شيء هذا الفيديو خطير جدا. طبعا كل الفيديوهات اللي احنا بنحذر من كمال العكرود من مخطط قيس سعيد وأجندات خارجية وقول لك ما إلكم وما خلو. المهم سنأتي إليكم الآن بالفولة ومن الآخر ما حصل بمداهمة بيت سيف الدين مخلوف هو طبعا شيء غير طبيعي وغير معتاد انه يحصل في تونس. ولكن بما انه الان بدأ قيس سعيد يطبق الاجندات وبدأ قيس سعيد يستعمل القوة المفرطة لتفتيت كل ما تبقى من النهضة وائتلاف الكرامة وغيرهم، هذا الان يدل على اساس بأنه هناك تحرك من عدة أماكن. يعني الآن نحن الآن نعطيكم نموذج بأن كل ما تحدثنا عنه صحيح وكل ما قلنا عنه كل شيء، لأنه الآن قيس سعيد يريد أن يسلم تونس على طبق من ذهب وليس من فضة لأجندات فرنسية. وكما قلنا كمال العكروت وكمال الطيف اللي قيس سعيد ضده يعني متحدين، لكن قيس سعيد بيلعب بساحة ثانية وكمال الطيف اللي هو تبع الدولة العميقة يلعب بساحة أخرى. ونحن عنا أدلة ثابتة ودامغة بأنه 90% من فيديوهات اللي إحنا زودناها إحنا يعني الشركة العالمية للدبلاج معروفين ومنبيع كمان دباب أزرق ودباب أحمر، واللي بده بنعمل له مثلا اللايكات وبنعمل لك اليوم صفحة إنستغرام خلال 12 ساعة تقدر تاخدها يكون عندك 2 مليون متابع بالإنستغرام. 2 مليون متابع نقدر نبيعها كمان 10 مليون لايك، وهذا كل إيتو الآن يحدث. وطبعا الفيديوهات والنصوص اللي اخذتهم منا ألفة العبيدي علشان يورطوا جماعة راشد الخياري فيصل البيني، طبعا احنا كنا قبل هيك فيصل ما كانش بالحزبان، وكان بيأكد على اساس انه اعتقال فيصل التبيني ما ان في شو عمل وشو حكى ومين اللي سألت عن معهم، ولكن 80-90% مما كان دائما ضد فيصل. فيصل احنا بنعرف انه هو زبرقوطي، بنعرف انه هو انسان غير شريف وغير محترم، ولكن لما دزولوا النساء عملوا كثير اشياء عشان يزحوه. والان فيصل بيني موجود عندهم بالسجون او بالاعتقال الاداري بحققوا معه. وطبعا انا على علم وعلى درايه عن 4 لقاءات بين ألفة العبيدي وراشد الخياري مع هادي سوزن السوسي لما قابلوها في القفي اللي بمجانب المستشفى يوم قالوا انها هربط واخذوها على سبطار مجانين. كذب انه دفع راشد الغنوشي لألفة بكاش رفض تاخذ شك أكثر من 45 مليون بالعملة التونسية، وأخذت هاي سوسن مال عشان كمان برضو ترجع تلعب على راشد وتقول إنه هي مدوجة عرفي. يعني كلهم بيلعبوا على كلهم بتونس. لذلك سقوط النظام التونسي وسقوط قيس سعيد قريب جدا. لهذا هذا الفيديو يقول إن الآن تونس مقبلة إلى منحدر خطير. تونس مقبلة الآن إلى منحدر خطير وإلى يعني حفرة كبيرة موجودة سيسقطون في داخلها كثير من المنظومة العسكرية ومنظومة الداخلية ومنظومة السياسية. وكل اللي كسبان من وراء هذا هو فقط الدولة العميقة وكمال الطيف، اللي يعني كأنه بدي يورجي قيس سعيد انه هي ضد كمال، وهذا كله فيلم محروق.
سعيد ولا ولد كمال طيف ولا بده ياخذ له فلوسه ولا بيقدر، ولكن بده يورجي انه كمان بحارب اليسار، وهذا كذب. فلذلك تونس الان تسقط في حفره كبيره، والمستفيد الاكبر هو الدوله العميقه. انتظروا شوفوا، اعتقالات ستطول. انا قلت على قبل شهرين على اعتقالات كل اتباع الائتلاف وكل النهضه، يعني زي سجون السيسي، سيخضع لسجون تونس كل الأحرار وكل الناس اللي عملوا الثورة وكل الثوار وكل اللي طلعوا الدكتور سامي مخطئ وكاذب، سيأكلون أصابعهم ندم. توكلنا على الله. أتاني إليكم بهذه المعلومات، خذوها وشوفوا كيف الآن قيس سعيد يتوحش ويأكل فيهم واحد دلو الآخر. وكل ما نشر بأن قيس سعيد ضد كمال طيف لا صحة لهذا، فقط فيلم مدروس عن كثب عشان تضليل المجتمع التونسي. شكرا لكم أخواننا.